الراتب تقسمه ثلاثة 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 ثلث طعامها وشرابها وثلث لعلاجها وصلت لهذا كانت تضع جزء من جمعيات مع بنات خالتي والقارب تجمع فنظرت نفسها ذاك الوقت إنها تبقى سمى أم الأيتام أختها توفت وتوفى الله لرحمته تركت ولدين ذكرين وبنت تربتهم أيضا في جيراننا كان في أيتام قبل سنتين يعني مرت أزمة صحية هناك أزمة وغلق الحديد وغلق مواد البناء وكنا نحاول نثنيها عن عزمها كانت هي بدلة أخواتها إلا تتصل علينا كثير يقوم مشروع إن شاء الله حفر دائر إن شاء الله والمسلمين لنا في المسلمين صلى الله عليه الله جمع هذه القلوب من مشارق الأرض إلى مغاربها هذا تسخير عجيب من الله سبحانه وهي صورة حسنة وجميلة ورائعة لوفاء امرأة من محافظة خليص تضرب أروع الأمثال في الوفاء للأزواج. Yeah.